لحظات غريبة ومضحكة لا تنسى في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في ملاعب كرة القدم تحدث الكثير من الأمور المميزة وأيضا الأمور الغريبة والمضحكة، والتي أحيانا تجعلك تقف وتفكر كيف حدث ذلك. وهناك الكثير من المواقف التي لا تعد ولا تحصى، لذا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات غريبة ومضحكة لا تنسى في تاريخ كرة القدم. لنبدأ. في هذه المباراة لفريق تشيلسي يمكنكم أن تروا المدرب والذي قرر إخراج الحارس كايبا وتبديله بكابايرو، لكن الحارس كايبا رفض الخروج وأخذ يؤشر ويصرخ أنه لا يريد الخروج من الملعب، لكن يمكنكم رؤية ردة فعل ساري والذي أصابه الجنون، لأن الحارس كايبا قام بعدم تنفيذ أوامر المدرب. انظروا إلى ردة فعله الغاضبة للغاية. في هذه المباراة يمكنكم رؤية لاعب باريس سان جيرمان دراكسل والذي قام بتمرير الكرة في البداية لتعود إليه من الدفاع، ومن ثم قام بتعريضها ليقوم الدفاع مرة أخرى نفسه بوضع الكرة في الشباك. لقد وفروا الكثير من التعب على اللاعبين. في هذه المباراة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد حاول رونالدو اللحاق على الكرة وتمريرها، لكنه عند تمرير الكرة ارتطمت قدمه بعلم الزاوية والذي أدى إلى كسره وإصابة طفيفة لكريستيانو رونالدو. في هذه المباراة التي جمعت تشيلسي وأياكس أمستردام يمكنكم رؤية هذه الضربة الحرة المباشرة من حكيم زياش والذي قام بتنفيذها بكل احترافية، لتلتف الكرة بهذا الشكل وترتطم بالقائم ثم بوجه الحارس وإلى الشباك. في لقطة غريبة للغاية حارس المرمى يتلقى الكرة من زميله فحاول أن يمررها له، لكن كما ترون الكرة مرت من تحت قدمه وهو لم يشعر، ولولا أن انتبه في آخر لحظة لتسبب في هدف في شباكه. في هذه المباراة لفريق توتنهام يمكنكم رؤية اللاعب ديلي ألي والذي وقع على الأرض عند استلام الكرة، لكن كما ترون كان ذكيا بتمريرها بهذا الشكل إلى اللاعب المنطلق سون هيونغ، والذي قام بتمريرها في النهاية ليضع اللاعب الأخير هدفا في الشباك. حسنا، كان قرارا رائعا من ديلي ألي. في هذه المباراة والتي جمعت شختار دونيسك وفريق مانشستر سيتي يتقدم رحيم ستيرلينغ بالكرة وداخل منطقة الجزاء يتعرقل ويقع على الأرض، فالحكم يعلن ضربة جزاء، لكن كما ترون لاعب شختار دونيسك لم يمسه أبدا، وقد قام رحيم ستيرلينغ بضرب قدمه في الأرض. حسنا، يبدو أن الأمر به ظلم. هذا اللاعب هنا قام بتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة من منتصف الملعب ليسقطها مباشرة بهذا الشكل المميز في الشباك، حتى حارس المرمى لم يستطع التعامل مع الكرة. في هذه المباراة والتي جمعت مانشستر يونايتد وكلوب بروج شاهدوا هذه التسديدة الزاحفة إلى الشباك والتي قام بتصديها مدافع كلوب بروج بيده بهذا الشكل، ما أدى أن الحكم أعلن ركلة جزاء وأعطاه الكارت الأحمر. في هذه المباراة قام هذا اللاعب بتعريض الكرة ليقوم المدافع بإخراجها، ولكن يبدو أن قدمه تعرقلت في الأرض ما أدى إلى نتوء بعشب الملعب، فقام حارس المرمى ودون سابق إنذار برفع العشب وخلعه بهذا الشكل. حارس المرمى هذا كان رائعا بما فيه الكفاية للتصدي لهذه الرأسية من لوكاكو، لكنه لم يعلم أن ارتداد الكرة ضرب في لوكاكو مرة أخرى ودخل إلى الشباك. كان حظك جيدا، ولكنه تعثر في النهاية.
في هذه المباراة لباريس سان جيرمان وبعد تكتل للمدافعين أمام هذا المهاجم. يمكنكم أن تركوا ليان مبابي والذي تعرقل والكرة كانت أمامه، فقام مباشرة بوضعها بالشباك بيده، لكن الحكم رآه وأعطاه الكرت الأصفر. في هذه المباراة تصدى هذا الحارس للانفراد التام بعد أن قام لاعب الخصم بتسديد كرة قوية عليه، ليقوم المدافع بإرجاع الكرة إلى الحارس بصدره بعد أن ارتدت، ولكن الحارس لم يتمكن من الإمساك بها لتدخل في شباكه هدفا مجانيا. في هذه المباراة قام هذا اللاعب بتنفيذ ركلة حرة في غاية الروعة، لكن الغريب في الأمر أن بعد تسديد هذه الكرة دخلت الكرة من الشباك الخارجية والحكم أعلن هدفا، كما أن الجماهير فرحوا للغاية بهذا الهدف. لكن يمكنكم أن تدققوا جيدا، الكرة دخلت من الشباك الخارجية. في هذه المباراة وبعد هذا اللوب الرائع من فوق الحارس، يمكنكم أن تشاهدوا لاعب باريس سان جيرمان والذي قام بدور المدافع بإيقاف هذه الكرة على الخط، ولو قام بترك الكرة لدخلت لوحدها في الشباك. هذا الهدف الرائع من مقصية مزدوجة يذكرنا بكرتون الكابتن ماجد، فهذا الهدف كان يحدث في بعض اللقطات. في هذه المباراة كان حارس المرمى يشرب الماء ولم ينتبه أن هناك هجوما من فريق الخصم عليه، فقام هذا اللاعب بخطف الكرة ووضعها في الشباك وسط نظرات الحارس بعد أن انتهى من شرب الماء. كانت هذه الكرة ذاهبة إلى خارج الشباك بعد تعريضة من هذا اللاعب، لكن حارس المرمى هذا حاول أن يكون سوبرمان فقام بضرب الكرة بيده لترجع إلى شباكه بهذا الشكل، ولو تركها لكانت خارج الشباك. هنا لاعب أياكس أمستردام يصطدم بهذا اللاعب فيقع على الأرض، فيقوم اللاعب بالتألم، فيقوم لاعب أياكس أمستردام بمحاولة تقليده ويقوم بهذا الشكل بالوقوع على الأرض ويمثل أنه يتألم مثله، وهنا يحاول أن يعرج مثل اللاعب. حسنا، إنه يحاول أن يضحك عليه. هنا وفي هذه المباراة ذهب مورينيو إلى الفريق الآخر وأخذ يتجسس عليهم بطريقة غريبة وهو واقف أمامهم، فأتى الحكم مباشرة وأعطاه الكرت الأصفر لهذا الفعل. هنا هذا اللاعب قام بتسديد الكرة بكل قوته بينما الحكم يسجل كرتا أصفر على اللاعب، وكما ترون ردة فعل الحكم المضحكة للغاية. تحصل هذا اللاعب على ركلة حرة ثابتة فقام بتسديدها بهذا الشكل الرائع قبل أن يصل الحارس. يمكنكم رؤية كيف قام بمباغتته. بينما كان كريستيانو رونالدو واقفا، أتى أحد المشجعين ليأخذ صورة سيلفي معه، فقام حارس الأمن بإمساك الشاب ودفعه وخلع رقبة رونالدو معه. شاهدوا ردة فعل رونالدو الغاضبة والذي كاد أن يضرب هذا المشجع لولا أن تمالك أعصابه. في هذه المباراة خرج حارس المرمى ليصد هذه الكرة، فأصبح المرمى خالي تماما، ليقوم هذا اللاعب بعد تسديدة من خصمه بصدها بيده وتغيير مسارها لسنتيمترات صغيرة لترتطم بالعارضة، لكن الحكم رآه وأعطاه الكرت الأحمر وأخرجه من المباراة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.